بدل كم ابيها؟ بلف انت ما يستاهل 1000 ريال قرب يا ولد. نطلب بيتزا وناكل فوق ما عنده صحون. صح نحولهم صحون؟ ايه درعني في الحاله؟ خذ ببلاش. My link, my ting from barking. 7 AM in the morning, she's calling, I'm yawning. ماكل عاطني قد لم. Love is just not in my plans. Can't keep my dick in my pants. My life is you and your mess. Can't keep my. السلام عليكم معكم دالغ مقطع جديد. خلونا نشوف إذا نقدر وصل المقطع 100,000 لايك شباب. قبل ما أبدأ كل شيء حاب أقول لكم شكرًا 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 على الدعم. بالفترة الأخيرة صدق ما أدري إيش أقول لكم. يعطيكم ألف عافية شباب. هذا المقطع بينزل يوم الخميس فاعتبروا من اليوم راح ينزل مقطع كل يوم. بكرة بنفس الوقت راح يكون في مقطع, بعد بكرة نفس الوقت بيكون في مقطع, كل يوم راح يكون في مقطع. لتذكير شباب رابط موقع بيع التذاكر المسرحيتي اللي راح تصير بالكويت تحت في الديسكريبشن. اشتروا التذاكر الحين لأنها راح تخلص أول ما يجي رمضان. فاضمنوا نفسكم واشتروا التذاكر من الحين. جدا متحمس اني اشوفكم, جدا متحمس اني اشتغل على المسرحيه, اول مسرحيه لي, اول عمل مسرحي اسويه, فجدا جدا متحمس. المهم دايلر شو السالفه؟ دايلر ايش قاعد يصير؟ دايلر وش ذي الدروع اللي حولك؟ شباب الدروع اللي حولي دروعي ودروع ديسكورد. شباب قبل فتره مشى علي مقلب جدا خايس انه شقتي انسرقت ودروعي راحت. المهم اني ظلمت ناس مرة كثير وقلت انك انا سرقت وانت سرقت وانت سرقت. بالنهاية طلع نيفو. الشباب ما كان نيفو راس البلا الوحيد. ذا سكواد كلهم كانوا مخططين اني انسرق, مخططين المقلب الخايس اللي المفروض يمشي عليه. المهم هذا المقطع بينزل يوم الخميس, يعني ذا سكواد ما راح يعرفون عن هذا الموضوع الا يوم الخميس. يوم الخميس انا راح اسافر الكويت, راح اقفل شقتي. شباب اليوم قررت ابيع كل دروع العيال. بدر معاهم مو بذا سكواد, بس انه هو كان معاهم مخطط الموضوع, فتح لهم باب شقتي لانه هو الوحيد اللي عنده باب شقتي. فدرعه بعد يروح, مع انه احس ان هذا درعي بس. قرب يا ولد قرب يا ولد. بدر معاهم 50,000 ريال. حق بدر كم ابيعه؟ بلف انت ما يستاهل 1000 ريال. قرب يا ولد. شباب حق بدر معاهم بس ببيعه ب 1000 ريال, الباقي عاد يعني غاليين كلهم. وهذا بألف ريال. شباب اللي يبغى يتواصل معاي ايميل اعلانات بألف ريال. اوكي هذا بألف ريال. اوكي ألف ريال. قرب يا ولد لا يروح عليك. ألف ريال ماكل عاطني قد لم. محمد اي كيوز اتوقع هذا اول درع يوتيوب وصل لنا بين العيال, لان محمد اي كيوز هو اول واحد تقريبا وصل 100,000 بيننا اتوقع. فمحمد انا جدا اسف بس مع السلامة. هذا بيروح. شباب كم بيع عنده؟ محمد عزيز وغالي. عزيز وغالي بس مش علي المقلب اللي راح. ف 5,000 ريال. 5,000 ريال. قرب يا ولد قرب. نيفو ذا بوي. شباب هاي كم تتوقعوا المبيع؟ كم تتوقع في هذا المبيع؟ كم حزن كم؟ 50. ببلاش اشتر واحد واحصل على الثاني وانتعمل. ما يمديك تقولون انك انت حيوان قاعد تسوي كذا. لا تمشون علي مقلب خايس نفس هذاك وامشي الموضوع. تحسبني بنسى؟ تحسبني بنسى؟ عندي لك سؤال. اشتر حق محمد اي كيوز 5,000. وصل على بدر ناوي يجيب ذا بوي مجانا. ايش رايك بعد؟ فودز فول. طبعا معلومه شباب فودز ما عنده درع 100,000 مسكين. على طول اعطوه مليون. شلون؟ ما ادري 20,000 ريال و قابل للمكاسرة. عندي قانون في حياتي تسوي فيني مقلب عادي اني اقول انه خلاص كل شيء تمام وبعدين ارجع لك بعد 8 شهور تحسبني نسيت عن الموضوع. لا حبيبي ما نسيت, انا ماني غبي. ما تلعب فيني زي الاوراق لانني لست مجرد ورقة على شجرة. ماكل عاطني قد لم. شباب صدق 100,000 ريال كل دروعي شيله مدير. ولا اسمع الحين ننظف هذا شوي, نطلب بيتزا وناكل فوق. ما عنده صحون. صح نحولهم صحون؟ ايه الزبدة. خلونا ندق على بعض الناس ونشوف اذا هم مهتمين انهم يشترون دروع ذا سكواد. مشينا. ايش سووا؟
أوكي. المهم شباب الحين عندنا فقرة اتصل على من تصل علشان نشوف إذا هم بيشترون الدروع اليوتيوبية أو لا. خلنا نقول توبس أتوقع هو شخص الموضوع مع نيفو وبيشتري الدروع. خل جرب نتصل عليه. ما أدري رجع من بريطانيا ولا باقي. السلام عليكم. هلا والله عبود. شو اسمه؟ تشتري؟ اشتريش؟ عندي ست دروع يوتيوب تشتري؟ شف عطني 150,000 واعطيك كلهم مع حقاتي. 150,000 بس؟ 150 لا 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 اعطيكم 150. لا لا ما قلت اسمع اسمع 50,000 اعطيك درع نيف ذا بوي محمد اي كيوز وفودز حق 100,000 والمليون وهديه معه بدر ناو ببلاش. لا فكره ما ادري هديه بالدروع. لا بدر ناو درعه. وش بعطيك بدر ناو بكبره؟ ها ايش قلت؟ 50,000 درع كبير. لا لا حبيبي درعي غالي. درعي لحاله 100,000. ايوه بس هذا ال 100,000 هذا وش؟ هذا درع 100,000. درع مليون بمليون. درع مليون بمليون. عندي اثنين حق قناتي الانجليزية والعادية. كلهم غير 100,000؟ ايه. لا لا الواحد 100,000. ودي صراحة اخذ درع نيفو صح؟ كريه صح؟ اي نعم. ايوه بس اسمع انت قلت قبل شوي ان الدروع كلها هذول ب 50 بالعكس بالحالة كم؟ درع نيفو الحالة؟ خذ ببلاش يا تعال عندنا بالرياض واستلم ولا نرسل لك اياه مع المندوب. خلاص ارسل لي لوكيشن ونرسل لك اياه. يلا يلا حبيبي. وزي كذا شباب يكون تخلصنا من درع نيفو. كنا نتكلم عن المليون ولا الميتة؟ اثنين هم يستاهلوا ولد العم عزيز وغالي. خلينا نشوف الدروع الثانية. ندق على مين؟ ندق على مين؟ عندي رقم جون سينا. الو الو هلا فوز. هلا حبيبي. اسمع فهد عندي دروع يوتيوب ابي ابيعهم تشتري؟ ها؟ ها؟ تشتري ولا لا؟ ايش؟ اكل دوري صاحي لا تخرجهم. لا صدق ابي ابيعهم وتحسوا استهبل. دروع ايش؟ دروع يوتيوب. بدر حقت بدر وكذا قناتك الثانيه. ايه و ايه بس هذه درعي عندك ترى يا كلب. اما والله ليكون بيت يا بنت. من متى؟ ها؟ يا كلب اكلمك. من متى درعك عندي؟ لا عندي. لا صدق فعلا والله ما عندي اقسم بالله اني حاط عندك والله. اما خلني ادور عليه. دور بسرعه قدامك. انت وينك؟ بالبيت انت؟ لا 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 ما هي بالبيت. قصدي بالشقه؟ لا لا طبعا لا. سهل. المهم اكلمك بعدين. شو تحسبوني قاعد امزح؟ لا صدق انا ببيعهم. ما ادري وش اللي ضحك بالموضوع. انا صدق راح ابيعهم. المهم ندق على واحد ثاني. فهد قاعد يدق. الو الو هلا تهبل انت؟ وش فيك؟ تهبل ما ادري. فهد صدق ايش فيك؟ فيك شيء؟ دعي وينك؟ ترى دعي حمود عندك بعد. اوف خلني رجعت الشقه اشيك. يلا شو ردت فعل عيال وخلي مقطع الحالة. زي كذا شباب لقينا بياعين واقصد لقينا شرايين وشباب. اي واحد مهتم انه يشتري دروع الشباب صدق ما امزح يكتب تحت في الكومنتات ويحط حسابه بالانستغرام وان شاء الله نسوي قهوية على الدروع. العيال السكواد وبدر ناوي اذا قاعد تشوفون انتم هذا المقطع ادري تبون تصفقوني بس حاب اقول لكم اني انا سافرت وشقتي مقفله وان شاء الله
على بال ما ينزل هذا المقطع يكون بايع كل دروع. المهم شباب، هنا وصلنا لنهاية مقطع اليوم، يعطيكم ألف ألف عافية على المشاهدة. إذا أنتم مشتركين من القناة اشتركوا، وإذا أنتم مشتركين لا تنسوا تفعلوا زر التنبيهات. مقطع جديد كل يوم الساعة 3 العصر، كل يوم كل يوم كل يوم الساعة 3 العصر. خلونا نشوف دعمكم دي الفترة، أبغى أشوف حماس، أبغى أشوف شيء كذا يخليني أتحمس إني أنزل كل يوم. وللتذكير رابط موقع بيع تذاكر مسرحيتي تحت في الديسكربشن. جدا متحمس أشوفكم أهل الكويت، لا تخيبون ظني، ابغى اشوف المكان مره مليان. بس يا ربي وصلنا مقطع اليوم، ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والفيفرت. ثم معكم دايما ابو العزيز، سلام. ميني مان وش ذا فور فور مي لول ما دوغ ان اي كان سي ام تراين تو بي وات ام ديستين تو بي اند نيجز تراين تو تيك ماي لايف اواي اي بوت ا هول ان